تفقدت وزيرة الهجرة سهى الجندي ترافقها نائبة محافظ أسوان غادة أبو زيد قسم القدم السكري بمستشفى الجامعي بالمحافظة. تأتي الزيارة نظرا لزيادة الإقبال لمرضى القدم السكري في محافظة أسوان للاستفادة من خدمات مبادرة قدم صحيح لحمايتهم من البتر، وأيضا التوسع في تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية. وقامت وزيرة الهجرة بتسليم شنط العلاج المجاني للمترددين والذين أعربوا عن شكرهم للرئيس السيسي لاهتمامه بتقديم المبادرات لزرع الابتسامة على شفاه المرضى. صدد افتتاح عيادة القدم السكري. المرض السكري طبعا مرض شائع الحدوث، مضاعفاته كتيرة، بتصل للبتر. احنا وجود عيادة متخصصة لهذا النوع من المرض حاجة كويسة، بتضيف الخدمة للمرضى، بتتابع الحالات المختلفة من مرض السكر ومضاعفاته والقدم السكري، ودي بتحسن نتائج المرضى، وان شاء الله يبقى في نتائج كويسة ونتجنب المضاعفات الباتر والحاجات دي. أسوأ انواع العلاج المختلفة اللي بنقدمها في المكان اللي هو الغيار على الحالات والمتابعة وتوعية المرضى والعلاج بالفضة والعلاج بالأكسجين النشط، كل دي وسائل للعلاج لتجنب مخاطر السكر. بتعالج القدم السكري ونشكر ربنا ونشكر الدكتورة أسماء ونشكر كل العاملين. بتعالج من القدم السكري من سنتين يمكن أو أكتر، وطبعا العلاج مجانا. بتعالج من القدم السكري من 1/10 هنا في المستشفى. أول شيء فتحت في جرمانيا وجيت هنا بتعالج، باخذ علاجي من هنا كل حاجة بالمجانا والعلاج وكل شيء. بتعالج من القدم السكري هنا بقالي يمكن سنة، فالحمد لله باخذ كل العلاجي من هنا بالمجان بيدهوني، والحمد لله رب العالمين، ربنا تم عليا الشفاء.